الحقيقة كل صيف نشاهد أن أزمة الكهرباء تتصدر المشهد العراقي وبالتحديد المحافظات الجنوب العراق، باعتبار أن المحافظات الجنوب العراقية تسجل أعلى درجات حرارة على العراق وحتى على العالم، تنافس بدرجات الحرارة لكن للأسف لا تنافس على التعليم والصحة والرياضة وما شابه. نشاهد أن درجات الحرارة دائما مرتفعة، لذلك كل صيف تبدأ هذا المانشيت العريض دائما، هنا خلل في تجهيز الطاقة الكهربائية، هناك نقص في تجهيز الغاز. هل من المعقول دولة بحجم العراق تمتلك مخزون نفطي وتمتلك موارد طبيعية كبيرة جدا تعتمد على دول أخرى من أجل تجهيز الغاز وتجهيز حتى المشتقات النفطية والبنزين وغيره، وهي دولة نفطية؟ لذلك كل صيف نشاهد هناك عندما ترتفع درجات الحرارة يكون هناك تقليل بحصة الكهرباء المجهزة لمحافظة ذي قار. وجدير بالذكر زميلي العزيز ان محافظه ذي قار تمتلك طاقه، والطاقه الكهربائيه الموجوده في ذي قار هي كبيره جدا، ويعني تنتج ما يقارب من 800 الى 1100 ميجا، يعني حقيقه نعم. الطاقه الموجوده في ذي قار تستطيع ان تغذي وتعطي حصه ايضا لبقيه المحافظات وللعاصمه بغداد. لكن موضوع الغاز الايراني دائما يكون هناك شغل شاغل، يكون هناك اشغال الراي العام بهذا الشيء انه طيب. الغاز الايراني انقطع يحتاج تسديد ديون، لكن لماذا نحتاج الغاز الايراني لدينا موارد طبيعي؟ هل من المعقول من 2003 وحتى الان الحكومه العراقيه لم تجد حل للطاقه الكهربائيه؟ لماذا تستورد هنا الخلل الكبير يتحدث به المواطن ذي قاري، لماذا العراق يستورد يعني طاقات كهربائيه تعتمد على الغاز ولا تعتمد على النفط باعتبار دوله نفطيه؟ لماذا هذا الملف لم يدخل طيب. به ولم يتم فتح هذا الملف استيراد طاقات على الغاز؟ طيب هذا الشيء يعني يبادر بذهن الجميع. نعم. طيب دائما يعني في سنوات سابقة يعني ما دفع هذا الملف إلى المواطن العراقي في الجنوب إلى الخروج بتظاهرات، هل تعتقد بأن الأمور متجهة إلى هذا النحو، أن يتجه ربما المواطن الذي يغلي من هذا الحر وعدم وجود طاقة كهربائية كافية إلى النزول مرة أخرى إلى الشارع؟ بالتأكيد، وهذا ما يحصل كل عام زميلي، يعني كل عام تحصل عندما يحصل هناك خفض بالنسبة يعني بساعات التجهيز تخرج تظاهرات، لأن الحر لاهب جدا هنا في جنوب العراق وفي ذي قار، وأيضا زميلي أثير يعلم هذا الشيء في البصرة، يعني درجات حرارة مرتفعة عندما يتم قطع يعني التيار الكهربائي وساعات البرمجة، وأيضا زميل عندما يكون يخرج مدير الكهربائي ويصرح هناك تجهيز 4x2 أو 2x2، لكن 2 و4 لا تصل كافية بسبب الأعطال التي تحصل كثيرة، هذا أيضا ملف آخر. لذلك كل صيف نشاهد أن جنوب العراق يعاني من التجهيز الكهرباء، يعاني من بنى التحتية للكهرباء المتخلخلة والمهترئة جدا. لذلك من اليوم بدأت في يعني ساعات التجهيز تقل، من اليوم شاهدنا وسمعنا البعض يتحدث عن هذه المرة ستكون تظاهرات كبيرة وسيخرج الشارع من أجل الفرض عليهم كيف بحكومة لم تشكل حكومة حتى الآن، لم تمر رئيس جمهورية ولم تنظر للمواطن حتى في ساعات الصيف اللاهبة بالكهرباء والخدمات وغيرها. إذن هذه الطبقة السياسية يجب أن تتحمل مسؤولية، وإلا ستكون هناك تظاهرات كبيرة قد تكون حتى تشرين أخرى.